استطاعت بسمة محمود من مدينة غزة وعبر الإنترنت أن تتقن فن الإيميجرومي الياباني المتعلق بصناعة دمى الصوف باستعمال الحياكة بالإبرة والخيط. ورغم تخصصها الجامعي في مجال المحاسبة، فقد حولت هوايتها في صناعة تلك الدمى إلى مشروع خاص يدر دخلا على أسرتها الصغيرة. أنا بسمة محمود، بكالوريوس محاسبة جامعة الأزهر، وحاليا ريادية أعمال صاحبة مشروع بسمة ستور. مشروعي خاص بالمشغولات اليدوية إجمالا، ولكن متخصص أكثر بفن الإيميجرومي، وهو فن ياباني بمعنى إيمي جرومي، يعني الدمى المحشوة. الفن موجود من آلاف السنين في اليابان، ولكن مستحدث في الوطن العربي وموجود جديد في قطاع غزة. من هواياتي أنا المشغولات اليدوية، بحب أجرب الأشياء بإيدي، بحب أصنع الهدايا بإيدي، واستهواني موضوع الإيميجرومي، كنت أشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول المجاورة والدول الأوروبية، وكان كتير بحسه حلو، وبستغرب كيف من مجرد خيط وإبرة ممكن تنعمل هيك مجسمات. ما بلشش مشروع، بلش بهواية من خلالها بهادي الصديقات والأخوات، يعني بهديهم شغلة مصنوعة من يدويا، وكان الإشي هذا بيعني لي كتير. ولما لقيت إعجاب واستحسان من الجميع، وكتير حفزوني الأهل والزوج إني أفتح صفحة على النت وأعرض هاي المشغولات للبيع، والحمد لله أي حد بيشوف كان القطعة اللي كنت بنتجها كان بتنال إعجابه وبيطلب يقتنيها. يعني بلشت أعطي كورسات أونلاين وجاهية، وحاليا بطمح لأن يكون عندي مركز خاص بالتدريب وبيع المشغولات اليدوية وبيع خامات المشغولات اليدوية، للأسف نادرا ما بنلاقيها موجودة في قطاع غزة.